المتي في الشتاء عند البرد يساعد على نشاط وحيوية وتغلق الدورة الدموية. أنا مش بقول إن الواحد يعمل رياضة في عز البرودة وعز التلج، لا، لما يكون مثلا الهواء كويس يعني برودة خفيفة مع نسمة هواء يعني في شمس نعمل رياضة. بس أنا تعودت على كده، شتا صيف أنا أحب أعمل رياضة، لأن إحنا تركنا رياضة المس. دي نصيحة يعني وتهم كل الناس اللي بوقف رياضة مثلا في الشتاء، حاول بقدر المستطاع ان انت تمارس رياضة مثلا مرتين في الاسبوع او ثلاث مرات في الاسبوع. وعايز اقول للناس اللي بتعملوا لايكات، انتم نايمين عندي ليه في القناة؟ لا بتعملوا لايكات، وهي دي الصراحة، لا بتعملوا لايكات ومش حد بيتفاعل، وانا بشجعكم على الرياضة. ده فيديو في يوم الاحد 5 فبراير.